جميل قوي انك تشوف اعلان لمطعم فيه صورة حلوة، بس صادم قوي انك انت تشوف صورة حلوة وبعدين تروح المطعم تلاقي الصورة حلوة قوي عن الواقع. طب احنا في شجر الدر بنعمل ايه؟ احنا في شجر الدر بنصور تصوير اللي اي حد يخش السوشيال ميديا هيلاقينا بنصور بالموبايل، وصورنا بتلاقيها مش، ما احناش بنجيب مصورين محترفين وخلافه، لان احنا المكان الوحيد اللي هتدخله هتلاقي الاصل احلى من الصورة، هو ده شجر الدر. روح شجر الدر عشان تشوف الاصل احلى من الصورة، وده مهم جدا جدا في الاكل. مش تروح تشوف لي صور وناس تهتم بالصور، اصحاب المطاعم بقى تهتم لي بالصور وتهتم لي بحاجات كتيرة قوي وانت مش مهتم بالاصل. روح شجر الدر، الاصل احلى من الصورة. شكرا.